لقد طلب مني أن أجد الاشتقاق الضمني لمعادلة ظل إكس تقسيم واي يساوي إكس زائد واي، وقد قمت بتصميم عدة عروض حول الاشتقاق الضمني، لكن إن هذا يصبح أحد أكبر مصادر العناء لطلاب السنة الأولى في التفاضل والتكامل، لذا فكرت بأن أعطي مثال آخر على الأقل، وليس من الخطأ أن نرى العديد من الأمثلة، لذا دعونا نقوم بحل هذا المثال. إذا لكي نشتق هذا ضمنيا، فإننا نقوم بتطبيق المشتقة بالنسبة لـ x عامل طرفي هذه المعادلة. إن مشتقة هذا بالنسبة لـ x مشتقة الجانب الأيسر بالنسبة لـ x هي نفس مشتقة الجانب الأيمن بالنسبة لـ x. مشتقة الجانب الأيمن ستكون مباشرة جدا، لكن بالنسبة للجانب الأيسر ستكون مخادعة بعض الشيء. إذا دعونا نفعل ذلك هنا، دعوني أكتب الجانب الأيسر بطريقة مختلفة، سأكتبه بلون مختلف. دعوني أفترض أن A تساوي ظل B، ودعوني أفترض أن b تساوي x تقسيم y. وبكل وضوح a تكون نفس الشيء، إذا عوضنا b هنا، والآن يمكنني أن أكتب هنا a فقط، فإذا أخذنا مشتقة a بالنسبة ل x هذا ما نرغب بفعله هنا، دعوني أخذ مشتقة طرفي هذه، ستكون مشتقة A بالنسبة لـ X تساوي مشتقة X بالنسبة لـ X. حسنا، إن ذلك مباشر للغاية، إنها تساوي 1 زائد مشتقة Y بالنسبة لـ X. إذا دعوني أكتبها بهذا الشكل، سوف أكتب عامل المشتقة أي مشتقة y بالنسبة لـ x. هذا هو كل ما فعلناه، لقد طبقنا عامل المشتقة على y، ولا أعلم ما هذا الشيء، سوف نقوم بحلها، لكن بكل وضوح لا يمكنني أن أترك هذا هنا، مشتقة a بالنسبة لـ x، لقد أوجدنا a للتو، و a عبارة عن هذا الشيء الموجود هنا. إن A هو ظل B و B يساوي X تقسيم Y، وسبب كتابتي لهذا بهذه الطريقة هو لأنني أردت أن أوضح لكم أنه عندما تأخذون مشتقة هذا فإنه يأتي من قاعدة السلسلة. إنه ليس نوع جديد من السحر التي لم تتعلموها بعد. إذا مشتقة، دعوني أكتب قاعدة السلسلة هنا، مشتقة A بالنسبة لـ X تساوي مشتقة A بالنسبة لـ X تساوي مشتقة A بالنسبة لـ B مضروبة في مشتقة B بالنسبة لـ X. تلك هي قاعدة السلسلة، وهي سهلة للغاية، لأن الدي بي يتم حذفها ويتبقى لدينا مشتقة A بالنسبة لـ X إذا كنت قد عملت هذه ككسور عادية. إذا ما هي مشتقة A بالنسبة لـ B؟ ما هي مشتقة A بالنسبة لـ B؟ حسنا، إنها 1 تقسيم مربع جيب تمام B. وإذا لم تقم بحفظ هذا فإنه ليس من الصعب إثباته لأنفسكم، إذا كتبتم هذا بصورة جيب بي تقسيم جيب تمام بي، لكنه سيكون واحد من مشتقات علم حساب المثلثات التي يحفظها معظم الناس. أعتقد أنني بالفعل قد صممت عرضا أثبتت فيه هذا، وبعض الكتب لا تزال تكتب هذا بصورة مربع قاطع بي، لكننا نعرف أن مربع الظل يعادل 1 مقسوم على مربع جيب التمام. إنني أحب أن أبقيه بصورة وظائف علم حساب المثلثات الأساسية أو نسب علم حساب المثلثات بدلا من الأشياء التي مثل الظل وظل التمام. ما هي مشتقة B بالنسبة لـ X؟
مشتقة بي بالنسبة لي إكس، إن هذا مثير للاهتمام. دعوني أعيد كتابة بي. دعوني أكتب بي تساوي إكس ضرب واي مرفوعة للقوة ناقص واحد. إذن مشتقة بي بالنسبة لي إكس، دعوني أستخدم قاعدة السلسلة هنا. يمكنني أن أقول، دعوني أكتب هذا، مشتقة بي بالنسبة لي إكس تساوي إكس ضرب واي للقوة ناقص واحد. إذن مشتقة إكس هي واحد ضرب واي للقوة ناقص واحد زائد مشتقة واي، دعوني أكتب هذا، زائد المشتقة بالنسبة لي إكس لواي للقوة ناقص واحد ضرب العبارة الأولى ضرب إكس. إذن هذا الشيء الموجود هنا، وبكل وضوح لم أقم بتبسيطها تماما بعد، لا يزال علي أن أجد ما هذا الشيء الموجود هنا، لكنني قمت بكل بساطة بتطبيق قاعدة حاصل الضرب هنا. مشتقة العبارة الأولى أي مشتقة إكس هي واحد ضرب مشتقة العبارة الثانية زائد مشتقة العبارة الثانية ضرب العبارة الأولى، هذا هو كل ما فعلته. إذن مشتقة بي بالنسبة لي إكس هذا الشيء الموجود هنا، إذن تساوي، دعوني أفعل هذا باللون الأصفر، إذن هي أو سأكتبها باللون الأزرق، إذن هنا باللون الأزرق مشتقة بي بالنسبة لي إكس هي واحد تقسيم واي أو واي للقوة ناقص واحد زائد المشتقة بالنسبة لي إكس لواحد تقسيم واي ضرب إكس. إذن دعوني أكتب هذا هنا. لقد أوجدنا أو أننا قد انتهينا تقريبا من إيجاد مشتقة A بالنسبة لي إكس. يمكننا أن نضع هذا هنا، لم ننتهي بعد. ما هي مشتقة واحد تقسيم Y بالنسبة لي إكس؟ حسنا، سنستخدم قاعدة السلسلة مرة أخرى. وأريد أن أكون واضحا جدا بهذا، أعلم أن ما أفعله هنا ربما يبدو ثقيلا، لكنني أعتقد أنه لربما يكون منطقي. دعوني أضع C تساوي واحد تقسيم Y، إذن مشتقة C بالنسبة لي X من خلال قاعدة السلسلة تساوي مشتقة C بالنسبة لي واي ضرب مشتقة واي بالنسبة لي اكس. ما هي مشتقة سي بالنسبة لي واي؟ حسنا، إن هذا يعادل، بإمكاني إعادة كتابة هذا بصورة واي للقوة ناقص واحد، إذن هي ناقص واي للقوة ناقص اثنين، هذا هو الشيء، هذا الشيء عبارة عن هذا الموجود هنا. ولا أعرف ما هي مشتقة y بالنسبة لي x، هذا ما نسعى لأن نجده. إذن إنها عبارة عن هذا ضرب مشتقة y بالنسبة لي x، هذا قد أتى من قاعدة السلسلة. إذن هذا الشيء الموجود هنا، هذه هي مشتقة هذا الشيء. بالنسبة لي x وهي تعادل مشتقة C بالنسبة لي X. إذن بإمكاني أن أكتب هذه القصاصة الصغيرة هنا. يمكنني أن أعيد كتابة القاعدة كالتالي، ناقص Y للقوة ناقص 2 dy dx، وبالطبع ضرب X زائد واحد تقسيم Y، وكل ذلك مضروبا بواحد تقسيم مربع جيب التمام لبي. إذن الآن قمنا بتبسيط هذا بشكل جيد. أتمنى أن الخوض في قاعدة السلسلة لم يربككم، لأنني في الحقيقة أريد توضيح نقطة بأن جميع مسائل الاشتقاق الضمني هذه dy dx ليست نفس القاعدة التي يجب أن تحفظوها.
إنها أتت بشكل طبيعي من قاعدة السلسلة. إذن لقد أوجدنا دي اي دي اكس، وهي تساوي هذه العبارة الموجودة هنا. دعوني أكتبها، إنها واحد تقسيم مربع جيب تمام بي. حسنا، ما هي قيمة بي؟ لقد كتبتها إنها جيب تمام اكس تقسيم واي، مربع جيب تمام اكس تقسيم واي. كل هذه الأشياء الموجودة هنا، ضرب كل هذه الفوضى. واحد تقسيم واي ناقص اكس تقسيم واي تربيع ضرب دي واي دي اكس. ثم إن هذا مساويا للجانب الأيمن، إنه يساوي واحد زائد دي واي دي اكس. والآن كل ما علينا فعله هو إيجاد قيمة دي واي دي اكس. لذا دعوني أقوم بمراجعة لكيفية وصولنا إلى هنا. لقد مررت بقاعدة السلسلة في كل خطوة، لكن عندما تدركونها سيكون بإمكانكم أن تنتقلوا مباشرة إلى الأسفل بهذا الاتجاه. الطريقة التي فكرت بها هي الجانب الأيمن، أعتقد أنكم قد فهمتموه. مشتقة إكس هي واحد، ومشتقة واي بالنسبة لإكس عبارة عن دي واي دي إكس. لكن الجانب الأيسر تأخذ مشتقة كل شيء بالنسبة ل x تقسيم y. إذن هذه هي مشتقة الظل، وهي واحد تقسيم مربع جيب التمام. إذن هي واحد تقسيم مربع جيب تمام x تقسيم y، ومن ثم تضرب بمشتقة x تقسيم y بالنسبة ل x. ومشتقة x تقسيم y بالنسبة ل x قد بدأت بالتعقد، لهذا السبب إنه من الجيد القيام بهذا على جانب هنا، لكنها مشتقة إكس، وهي واحد ضرب واحد تقسيم واي، وهي تلك العبارة زائد مشتقة واحد تقسيم واي. بالنسبة لإكس أي هي ناقص واحد تقسيم واي تربيع دي واي دي إكس من قاعدة السلسلة ضرب دي اكس. لهذا السبب كان من الأفضل القيام بهذا جانبا لكي لا نرتكب أي خطأ غير مقصود، لكن عندما تعتادون عليه سيكون بإمكانكم القيام بذلك ذهنيا. وبالطبع إن هذا يساوي الجانب الأيمن. إذا من اليوم فصاعدا إن هذا يعتبر جبرا لكي نجد دي واي دي اكس. إذن المكان الجيد لنبدأ منه هو أن نضرب طرفي هذه المعادلة بمربع جيب تمام x تقسيم y. إذن بكل وضوح إن ذلك يصبح واحد على هذا الجانب، والجانب الأيسر سيصبح واحد تقسيم y ناقص x تقسيم y تربيع dy dx. هذا يساوي، علي أن أضرب طرفي المعادلة بالمقام الموجود هنا. يساوي مربع جيب تمام x تقسيم y زائد مربع جيب تمام x تقسيم y دي واي دي اكس دي واي دي اكس. ماذا يمكن أن أفعل الآن؟ يمكننا أن نطرح مربع جيب تمام اكس تقسيم واي من طرفي المعادلة ونحصل على واحد
تقسيم واي ناقص مربع جيب تمام اكس تقسيم واي. كل ما فعلته هو أنني طرحت هذا من طرفي المعادلة، لذا بالضرورة قد حركتها إلى الجانب الأيسر. ما أحاول فعله هو أن أحاول فصل العبارات التي لا تحتوي على dy dx عن العبارات التي تحتوي على dy dx، لذا سوف أنقل عبارة dy dx هذه على الجانب الأيمن. لذا دعوني أن أضيف x تقسيم y تربيع لكلا الطرفين، ثم إن هذا يساوي x تقسيم y، دعوني أكتب ذلك. باللون الذي قد كتبتها به، لون مختلف قليلا. إذن x تقسيم y تربيع، سوف أكتب dy dx باللون البرتقالي dy dx، ومن ثم لدينا هذه العبارة زائد مربع جيب التمام. مربع جيب التمام لx تقسيم y dy dx. أعتقد أننا في لب الموضوع. دعونا نستخرج العامل المشترك dy dx من الجانب الأيمن. إذن هذا يساوي dy dx ضرب x تقسيم y تربيع زائد مربع جيب تمام x تقسيم y، وهذا يساوي هذا الشيء الموجود هنا، إنه يساوي 1 تقسيم y ناقص مربع جيب تمام x تقسيم y. الآن لكي نجد dy dx علينا أن نقسم طرفي هذه المعادلة على هذه العبارة الموجودة هنا، وبالتالي على ماذا أحصل؟ إذا قسمنا كلا الطرفين على هذا سنحصل على 1 تقسيم y ناقص مربع جيب تمام x تقسيم y مقسومة على كل هذا الشيء الموجود هنا، x تقسيم y تربيع زائد مربع جيب تمام x تقسيم y تساوي dy dx. dy dx، ومن ثم نكون انتهينا. لقد طبقنا قاعدة السلسلة عدة مرات، وكنا قادرين على الاشتقاق الضمني لظل x تقسيم y تساوي x زائد y. إن الجزء الأصعب هو الوصول إلى هذه الخطوة. بعد هذه الخطوة يعتبر جبرا بشكل تام لكي نقوم بإيجاد dy dx، ومن ثم تحصل على تلك الإجابة الموجودة هنا. على أي حال، أتمنى أنكم قد وجدتم هذا مفيدا. أراكم قريبا.